أهلا وسهلا بكم. وإحنا هذا المشروع لولا جهود وزارة الموارد المائية والمهندسين العاملين فيها ما كان إحنا حصلنا على هذا نسبة المياه اللي توصل يمنا. هذا قبل أن جتنا هذه الحفارات وهذا هاي الكراية كان هذا النهر مسدود خلاص لكثرة الترسبات الطينية وكثرة القصب البيئي أصبح النهر مسدود خلاص. فباشرت وزارة الموارد المائية بكري هذا النهر. فإحنا نشكر جهود أستاذ علي جبار اللي متابع المشروع ميدانيا يوميا بجهود طبعا عالية جدا. مركز الناحية تشرب من هذا النهر، فأصبح قبل التطهير أصبح يعني حتى ما نقدر نغسل به ولا حتى للاستهلاك الحيوانات. أقول لك ما عادي من كثرة ديدان البي ومن كثرة الرائحة النتنة اللي بي. فوزارة الموارد المائية قامت مشكورة بهذا الجهد العظيم. هسه شربنا وزرعنا وأصبح المي صالح للشرب وصالح للزراعة وصالح لكل شيء. فإحنا نشكركم ونشكر جهودكم اللي متابعة هذا المشروع ميدانياً. المزارع عادل محمود فرحان العبيدي.